السلام عليكم. السلام عليكم، شو مصطفى، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله سؤال وبركاته. سهل ممكن؟ تفضل. في تأشيرة اسمها التأشيرة التجارية للسفر للسعودية للحج والعمرة فقط. توكل على الله. لا ده هي السؤال، هنا 6 محافظات في مصر نسبة التأشيرة فيها بيعملها لها 55%، ايه؟ ومحافظات البحري اللي هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية والدول، المحافظات دي اللي هنا لما بيعملوها للمحافظات ديت بيعملوها مثلا ب 15,000، هي القيمة هناك في أي محافظة تانية ب 30. هل يجوز تغيير الأوراق المحل الإقامة إلى المحافظات ديت مثلا للسويس أو أي محافظة دوما، تغيير البطاقة والجواز عشان ينطبق عليه الشروط اللي هي نص 50%، هل يجوز؟ اسمع يا شيخ طه، الله يحفظكم، أنا لا أفتي في هذه الصفحة بالتزوير أبدا، انتبه. سلام عليكم.